النهارده وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء آثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. ورغم الموافقة المبدئية من المجلس، كان في معارضة من بعض النواب لبعض مواد القانون. ماذا حدث؟ ما هي التغييرات التي أدخلها البرلمان على مشروع الحكومة؟ معنا أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب الأستاذ أمين مسعود. أهلا وسهلا أستاذ أمين. أهلا، خير بيه. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك معنا سيادة النائب. شرف لي يا فندم. سيادة النائب، لو سألنا عن أهم مواد القانون اللي تم مناقشتها النهاردة، ممكن حضرتك تقول لنا عليها؟ هو إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنة للأشخاص الاعتبارية في خلال لأن في خلال دي عملت مشكلة النهاردة وتم بحثها بعد انتهاء 5 سنوات، لأن في خلال 5 سنوات ممكن حد يرفع قضية تاني يوم إقراض القانون أو فممكن دي تسبب مشكلة. فهو الحد 5 سنين بعدها يتم فضل تحرر العلاقة الإيجارية أو يتم التفاوض والتراضي بينهم. طبعا، يعني وهي غالبا لما توصل لقيمة عادلة الناس مش هتسيب المحلات. يعني هو صاحب المحل عايز ايه؟ هو عايز يأجر. بس مين اللي هيحدد العادلة دي يا سيادة النائب؟ بمعنى لو انا محل عندي براند، عندي اسم في المنطقة بقاله سنين طويلة، وجاي النهاردة الراجل شايف ان المحل ده بيكسب، فجي قال لي انا عايز 50,000 جنيه، مين اللي هيحدد القيمة الإيجارية المعقولة في هذه المنطقة؟ العرض والطلب اللي هيحدد بعد الخمس سنين، مش في فترة الخمس سنين. العرض والطلب اللي هيحدد خلال الخمس سنين هنرفع القيمة الإيجارية، هتبقى زاد على طول بمقدار 5 أمثال القيمة الحالية مع زيادة 15% سنوي. ده هينطبق على تأجير المحلات أو الورش؟ ده المحلات اللي هي أو الورش اللي هي مؤجرة باسم شركات. باسم شركات مش أشخاص. طيب. احنا عارفين دلوقتي شركات القطاع العام كلها هي اللي كانت موجوده في وسط البلد، وهي اللي كان لها محلات، وهي اللي كان لها مكاتب اداريه، واحنا عارفين دلوقتي ان الدوله بتنقل الى العاصمه الاداريه الجديده، فبالتالي الموضوع مش هيسبب مشكله كبيره. النهارده كنا بنبحث موضوع الجمعيات الخيريه، ودي برضو يعني ونادي القصه ودار الادباء ومنافس توزيع الهيئه العامه للكتاب، حاجات الحاجات اللي هي يعني ممكن هتدار، دي برضو هنبحثها مع مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبول يعني والدكتور عاصم الجزار، من الناس المتعاونه جدا يعني معانا في المجلس يعني. طب سياده النائب، ايه هي المواد تاني اللي برضو اخير بيه؟ يعني اي قانون ما بيبقاش بنسبه 100 ناجح بنسبه 100. طبعا يكون بناجح بنسبه 85-90%، يعتبر قانون ناجح، انما لازم هتبقى في حالات، لازم الحالات دي هتعالج. طب في اعتراضات تانية النهارده قدمها النواب سياده النائب؟ نقطه مهمه جدا يعني اتكلموا النواب على الجمعيات الخيريه وعلى الاحزاب حضرتك كلها منشاه جديده، يعني الاحزاب كلها منشأة جديدة، يعني احنا عندنا قصة الإيجارات القديمة، حزب التجمع مش جديد، كان من ضمن المعترضين. من الثمانينات بقى ابتدت النص إيجار والخلوات، وبعد كده ابتدى التمليك، فالأحزاب مش هتضر في حاجة، لأن كل الأحزاب كلها إيجاراتها تمليك، ما فيش إيجارات، كل مقراتها تمليك. ليه حزب التجمع اعترض؟ وهو قديم يعني لما يبقى على يعني حزب مقره هيتضر، يعني معنى كحزب مستقبل الوطن ما خدناش مقرات خالص يا فندم، كل مقرات الحزب الوطني مقفوله. ايوه، ليه مستقبل الوطن ما عندوش مقرات؟ عنده مقرات كتير. لا، بيجيب بمجهود، حزب التجمع يعني من الاحزاب العريقه ومن الاحزاب اللي المفروض يبقى عنده يعني وعنده العديد والعديد من المقرات. يعني متوقع ان تنتهوا وتقروا هذا المشروع امتى يا سيادة النائب؟ والله هو خلص خلاص، احنا اقرناه، يمكن بكره يتم التصويت عليه، لان التصويت هيتم باغلبيه الثلثين.
لأغلبية الثلثين. نتمنى التوفيق لغلق هذا الملف ونلتفت لل إن شاء الله بقى الإيجار والسكن بقى هو الملف الضخم والصعب. ربنا يكون في عونكم. برضه هنحاول نعالج أي تشوهات في القانون ده، هنحاول نعالجها في قانون الإيجار الجديد بإذن الله. بشكرك جدا سيد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب.